وخلال افتتاح مجمع مصانع إنتاج الكوارتز بالعين السخنة، استجاب الرئيس السيسي إلى رغبة أدهم هشام أبو بكر من ذوي الهمم، الذي طلب مصافحة الرئيس الذي لبى على الفور أمنيته في لفتة إنسانية. وأدار الرئيس السيسي حوارا أبويا وديا معه. هنا صدق حلمي وبدأ قالوا عني زمان ما هم بيضيع وقت ليوم سلمت.